لوطي ليش حرقت الفرن؟ شو؟ شو؟ ليش حرقت الفرن؟ استغل احلامك يا احكي. انت من الفرنساوية ولا؟ طب انت من الفرنساوية يا واطي من شال النمر انت؟ الله وكيلك انا ما بعرف. يا رجال حريقة ما بعرف عم تحكي يا باطي بشير عم بيقولوا المضافة عم تحترق. يبعث لي حما على هالخبرية. شو هالمصايب اللي عم تنزل على راسنا؟ يا ربي دخيلك يا ربي جيرنا من الأعظم يا الله. ايه وبعدين يا رجال؟ لا بعدين ولا قبلين. منا وفينا معلوم منا وفينا دود الخل منا وفيه ما في غير المصايب عم تحل فوق راسنا. حصل خير تعوا معي. يلا ولا حول ولا قوة. الحمد لله يا جماعة بالمال ولا بالعيال. الحمد لله. ابني صافر مرني يا بي. من الليلة بتعاون عمك فارس. صار يا بي. وأنا من بكرة رح جيب رجال أبضايات يحسوا هالحارة ونشوف يا نحنا يا هالواطي اللي عم يعمل فينا هالعمايل. زينة العالي أبو ظافي. واوي أمور عمي أبو ظافي. من بكرة برضاي عليك بتجيب لي ورشة طينة وخشب وعجمي. بدي المضافة ترجع أحلى من أول. وحسابك عندي. أنا بأمرك عمي أبو ظافي. سكرت وأصيل لك واوي. بشير مر عمي. برضاي عليك أنت وخاطر بتعاونوا ظافر الليلة. منت علينا. يلا يا جماعة حصل خير والحمد لله. يلا يا جماعة يلا تصبح على خير. كل مين عبيته يا شباب؟ يلا يلا الحمد لله على سلامتك ابن عمي. الله يرضى عليكي ويسلمكم. صحيح انحرقت المضافة؟ اي والله انحرقت. الله يكسر ايديه اللي عملها. الله يكسر ايديه ورجليه. يا بي جيبي لي كاسة مي. كم عينك يا بي. قولي لبهية هي تجيبها. ابن عمي ما عرفوا مين اللي عمل هالعملة؟ لا لا ما عرفوا بس الرجال عم يدوروا عليه. لي على قامتي على هالمصيبة. المصايب عم بتهل على الحارة من كل قرنة. يعني بلاها العزيمة بكرة على الصفيحة؟ ايه بلاها ما بيسوى. شو ابن عمي؟ بدك تفوت تنام ولا سهران؟ لا بدي اسهر لي شوي. تفضل عمي. يسلموا ايديكي. روحي انت نامي. حاضر. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله. يلا انا فايتة نام كمان. بدك شيء ابن عمي؟ سلامتك. تصبح على خير. وانت من اهله. حرقوا المضافة. شو علي منصلح. وصلي على النبي ابن عمي وإن شاء الله كل مشكلة إلها حل. آخ يا أم حاتم لا إله إلا الله. مشاكل الحارة كل ما أنا عم تكتر. معلش يطول بالك أنت أدهى وأدود يا أبو حاتم. لا غلط يا أم حاتم غلط. الزلمة المقدر والموجب ما بيكون قد المشاكل. هو اللي بيحل المشاكل. ومشاكل الحارة كل ما عم تكتر وعم تكتر وما عم بعرف شو بدي ساوي. بعدين هي خبرية أبو عصام والله شلشتني. ما بعرف شو بدي ساوي. والله معك حق. هالقصة كبيرة وبتحط العقل بالكف. الله يقويك ويعطيك ألف عافية. على كل حال ابن عمي أنت استخير رب العالمين بكل شيء وهو بيهونها عليك. إن شاء الله يا رب. صحيح أبو حاتم دريت شريفة شو بدها تعمل؟ شريفة شو بدها تعمل؟ شبه يا سيدي قال بدها تعلم نسوان الحارة القراية والكتيبة والحساب. ايه شو علي والله هذا خير. الله يوفقها يا رب. الله يوفقها. مو هون القصة ابو حاتم بدها تعمل عليهم آنسة وكل واحدة فيهم قد ستة. ايه شو علي شو علي. ابو
بشير فياض خيو لا تواخذني، زرع بدقني، ظنيت فيك. الله يسامحك يا بشير، اتظن فيني انا؟ لا خلاص خيو، ها هاي بوسه من راسها، بس الله وكيلك الله وكيلك، لك شي بحط الاعل بالكف يا زلمه، صرت شك بحالي. اي والله معك حق، بس يا بشير ما بيصير تشك فيني. ليش؟ شنو انا صحيح غريب عن الحاره، بس قبضاي ومعدل وعلى كيف كيوفك. هاي الحاره بيتي واهلي وعرضي خلصنا فياض، خلصنا. سامحتني يا ملا. بلا امرك سامحناك. ماشي بتوصينا شي؟ اتفضل فوت اشرب لك كاسه شاي. مره تانية لا تواخذنا. طلعت محمد تفوت. لا خلصنا لك فياض. مثل ما بدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. هلا بظافي. ميت السلام، شرفت وتفضل. الله يزيدك شرف. اهلا وسهلا. شو ابو جودات؟ مرن. ليه ما فتحت تحقيق بحريق المظافر؟ ايه يا ابو ظافر، كبارية الحارة عندكم هيك بدهم. مين اللي هيك بده؟ ابو حاتم. هلا ابو حاتم قال لك لا تفتح تحقيق بحريق المظافر؟ هلا ابو حاتم ما قال لا تفتح تحقيق، بس قال يعني اي مشكلة بالحارة نحن بنحلها بين بعضنا. الامان لازم يرجع للحارة يا ابو جودات. لازم اكيد يا ابو ظافر. اللي حكاه ابو حاتم قصده المشاكل الصغيرة، يعني اللي ما فيها عي كتير وبنقدر نحن نحلها، بس المشاكل الكبيرة واللي بتخص الكركون لازم انت اللي تحلها يا ابو جودات. يعني كل الاحوال هاي ابو حاتم صار زعيم وهو بيحل المشاكل. ابو حاتم مو زعيم، ابو حاتم عم يمشي امور الحارة. على كل حال اذا دريت الداخلية انه انت ما عم تدير بالك على الحارة راح تنضر يا ابو جودات، راح يمشوك ويجيبوا غيرك. بقى داري رزقتك الله يرضى عليك. مسيك ابو جودات، اشتغل الله يرضى عليك، اشتغل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله معكم، مع السلامة. أرستو أرستو يا زمان. حاضر فيه. شو رايح باليسار؟ بشير. لك ايه ايه بشير، ما غيره. وليه ما حكيت لي هلا؟ شو بيعرفني؟ ما صح اللي يحكي لك. شو خطر لو بشير لحتى يفكر فيك؟ ها؟ شو بيعرفني؟ بسيطة بسيطة، منيح انه استسمع. من الله. الله ياخذك ولك. امرك امرك سيدي. الا شو؟ وقت امبارح؟ امتى؟ وقت اللي صار الحريق؟ كنت هون بالحريق، عم طفي الحريق سيدي. عم طفي الحريق؟ ايه. حاك استوم؟ حاك اكثر. طفوا خواصي سيدي. كسروا لك. وحياة 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 صلاة محمد يا سيدي. طالعة منك ريحة شويط. ما دخلني انا، شو دخلني؟ وانت واوي؟ اهلا يا ابو جودة. ويكل. كنت معه عم طفي الحريق. السلام عليكم. يعطيكم العافية. علي ابو حاتم. علي ابو حاتم. اه انت هون ابو جودات؟ حيرتني ابو حاتم؟ بايش حيرتك؟ الله لا يحيرنا، خير ان شاء الله. ساعة بتقول لي لا تتدخل، وساعة بتقول لي وينك؟ انا قلت لك وينك؟ من غير ما تقول لي، من غير ما تحكي، عيونك بالما بفهم عليها انا ولو؟ اين من السيرة ما دخلنا. ايه سيدي؟ عرفنا لك اسباب الحريق. هات تشوف خير. القرآن. ها القرآن. فريال هي تلت عبي وهي كبكوبة خيطان ذهبي، وانتي بتعرفي تشتغلي. لكن لكن بعرف بشتغل بستخليك. كيف عم عصام؟ منيحة الحمد لله. انتي التهي بشغلك ما دخلك. لك تعي لقلك وين رايحة؟ رايحة لعند ام حاتم وراجعت لك، ما راح اطول. لك عادي، خلينا ناخذ ونعطي ونحكي ونلقص. على عيونك شو بتحبي الاخذ والعطا. لك سكتي سكتي. الله معك. ابو ظافر تتذكر لما كنا اولاد صغار نلعب هون بالساحه
ونط هون العفرة بالقهوة. لك ما بتذكر أيام التلجة الكبيرة لما كان أبوك الله يرحمه يطلعنا على أسطوح القهوة مشان نقش له التلجات وبعد ما نقشهم يقلعنا. كان يتضايق منا. وبتذكر أبوك الله يرحمه لما كان يشتغل هون عنا بالقهوة قديش كان يطلع خلقه لما الزباين يعطوه كرامية. صحيح أبي كان فقير بس كانت نفسه عزيزة وما بيحب الزاحلة وكلمته كلمة حق. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. وقتهم أحسن من وقتنا. لمعلومة كم حاتم اللي صرت فيه أنا صرت فيه من تعبي. الوالد ما خلفنا غير الصيت الحسن والسمع الطيبة. إذا أعطى أدهش نارا يا ولد. Ha ha ha!